بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ والتلميذات في مقطع آخر من سلسلة تصحيح الامتحانات الوطنية لمادة علوم حياة الأرض مستوى الثانية بكالوريا بطبيعة الحال بالنسبة للمسلكين بجوج، مسلك علوم فيزيائية خيار فرنسية ومسلك علوم حياة الأرض خيار فرنسية. اليوم عندنا امتحان ولا تمرين من الامتحان اللي يقدروا يستفدوا منه المسلكين بجوج، مسلك علوم فيزيائية ومسلك علوم حياة الأرض بطبيعة الحال بالنسبة للبيوف ولا مسلك دولي. اليوم امتحان ولا التمرين الرابع من امتحان ديال سنة 2017 ديال الدورة الاستدراكية بالنسبة للمسلك ديال علوم الحياة والأرض خيار فرنسية. تمرين اليوم كيهتم لينا بالوحدة ديال الجيولوجيا. نبداو على بركة الله. بسم الله، لينونسي ديال ليكزيرسيس 4 قالوا لنا La mobilité des plaques lithosphériques entraîne des modifications dans la répartition des masses lithosphériques continentales اي اوسيانيك. قالوا لنا سيدي الحركيه ديال الصفائح الصخريه كتؤدي لمجموعه من التغيرات ديال التوزيع ديال الكتل الصخريه القاريه والكتل الصخريه المحيطيه اوسيانيك. قالوا لنا afin de montrer la relation entre l'affrontement des lithosphères et la formation des chaînes de montagne on présente les données suivantes. قالوا لنا من اجل الكشف على ولا من اجل توضيح العلاقه بين الاصطدام ديال الصفائح الصخريه وتشكل السلاسل الجبليه كنقترحوا عليكم المعطيات التاليه. وعطاونا اول معطى اللي هو لا نوفيل كاليدوني est une île située à la frontière entre la plaque australienne et la plaque pacifique. قلنا واحد الجزيرة اللي سميتها لا نوفيل كاليدوني، اللي هي واحد الجزيرة اللي كتواجد عندنا في الحدود بين الصفيحة الأسترالية وبين الصفيحة ديال الباسيفيك. لونغ دو 400 كيلومتر اي لارج دو 40 حتى 50 كيلومتر، الطول ديالها حوالي 400 كيلومتر والعرض ديالها بين 40 حتى 50 كيلومتر. كومبورتون اون شين دو مونتاني كي كولمين ا 1650 متر. هاد الجزيرة هادي تتحتوي على واحد السلسلة جبلية اللي كيوصل الطول ديالها حوالي 1650 متر. لو دوكيومون 1 بريزونت اون كوب جيولوجيك سيماتيك دو لا بارتي نور دو لا نوفيل كاليدوني. كان الوثيقة واحد كتبين لينا ولا كتمثل لينا واحد القطعة جيولوجية ديال الجزء الشمالي ديال هاد الجزيرة هادي اللي هي لا كاليدوني، لا نوفيل كاليدوني. دونك عطاونا هذيك الوثيقة وعطاونا السؤال الأول. A partir de l'exploitation des données du document 1 انطلاقا من استغلالك ديال المعطيات ديال الوثيقة واحد. Décrivez la répartition des nappes ophiolitiques de l'est vers l'ouest et déduisez en justifiant votre réponse la nature des contraintes tectoniques qui ont affecté cette région. قالوا لنا وصف لنا التوزيع ديال هذوك الصفائح ديال الأوفيوليت من الليست للويست، يعني من الشرق للغرب، واستنتج لينا معللا جوابك الطبيعه ديال دوك القوى التكتونيه المطبقه في هذه المنطقه اللي وقعت لهذه المنطقه، واش قوى انضغاطيه ولا قوى تمدديه ولا الحساب. الوغ هذه هي الوثيقه رقم واحد اللي عطاونا. دونك عطاونا هنا لي ديريكسيون ليست الشرق الويست الغرب. عطاونا دونك السؤال اللي عطاونا راه فيه جوج ديال الاسئله، السؤال الشق الاول والسؤال اللي هو الوصف ديال التوزيع ديال لي ناب اوفيوليتيك، والشق الثاني اللي هو ديديكسيون ديال الناتور ديال القوى المطبقه القوى التكتونيه المطبقه في هذه المنطقه هذه. الو بعدا نقراو الوثيقه. الوثيقه عندنا هنا قلنا ليست لويست، عندنا هنا يونيتي دو بوير، عندنا يونيتي كوماك ديود، عندنا يونيتي دو بويبو. حنا غنقراو المفتاح وعندنا هنا هذه اللي هي لا كروت كونتيننتال اللي هي القشره القاريه. القشره القاريه عطانا هادو اللي هما لي ناب اوفيوليتيك، هادو عندنا هادو قالولنا لي زوفيوليت ان ركوفير لي يونيتي دو كوماك دياو اي دو بويبو، سيلسي نابارس بلو ا كوز دو ليروزيون. قالولنا راه كانوا عندي ودي هنا واحد هادوك لي زوفيوليت كانوا عندي مغطين هنا ومغطين هنا ومغطين هاد الجزء هذا ومغطين هاد الجزء هذا، ولكن ما بقاوش كيبانوا. علاش؟ لانه وقع عليهم ليروزيون، وقع عليهم الحت. عطاونا هادو اللي هما قالولنا هادو هما لي يونيتي ديال بويبو، هادي
unité de Pueblo, les féales basaltes, roches d'origine sédimentaire présentant des minéraux de grunat ou jadéite. Féales basaltes ou féales صخور الرسوبية اللي فيهم بعض المعادن اللي هما الكرونا والجديد. هذه يونيتي دو بويبو. هاد الاسماء هادو ما يجيكمش غراب، بناء العلماء اللي اكتشفوهم، ولا غيكون بناء على المنطقة السمية ديالها. مفهوم؟ عندنا هنا يونيتي دو كوماك دياو، يونيتي سيديمونتير. يونيتي دو دياو بريزونت دي مينيرو دو غلوكوفان. كون هادي هاد البلاصة هادي كتسمى يونيتي دو كوماك دياهو، قلنا فيها هي وحدة رسوبية، وكنلقاو فيها بعض المعادن ديال الجلوكوفان. كنلقاو فيها الجلوكوفان، المعادن ديال الجلوكوفان. قلنا هاد لي فليش هادو كي انديكو لينا لي فاي انفيرس اي لي ناب دو شارياج. هادو كي يدلو لينا على دوك الفوارق المعكوسة وعلى لا بريزونس ديال لي ناب. وعطاونا هادو، قالونا هما لي هادي يونيتي دو بويا. هادي يونيتي دو بويا، هما هادو يونيتي دو بويا. قالونا كونستيتوي دو بازالت افيك دو رار غابرو. هنا كنلقى البازالت وكنلقى الغابرو، لكن نادرا ما كنلقى الغابرو. كنلقى البازالت ولكن نادرا ما كنلقى الغابرو. سؤال بسيط جدا، قالونا اوصف لي التوزيع ديال ناب اوفيوريتيك. الوغ قالك انطلاقا من ليست لويست، من هنا لهنا. دونك هنا في البداية ليست هاد لي ناب اوفيوريتيك، هاد لوفيوريت فين كنلقاه؟ كنلقاه فوق من لا كروت كونتينونتال. دايوغ راه لوفيوريت هو اش؟ هو طبقة من الغلاف الصخري المحيطي. هاد لوفيوريت قلت لكم ديجا في الكور، فين ما تشوف لوفيوريت عرفوا راه طبقة من الغلاف الصخري المحيطي كينتمي للقشرة المحيطية، لا كروت اوسيانيك تنتمي لا كروت اوسيانيك ماشي لا كروت كونتينونتال، ولكن هنا كنلقاه فوق من لا كروت كونتينونتال. دونك نقول ببساطة او نيفو دو ليست، هنا في ليست لقينا هاد لي ناب اوفيوريتيك شاغيي سور لا كروت كونتينونتال، فوق من لا كروت كونتينونتال. هنا في هاد لونيتي دو بويبو ولونيتي دو كوماك ما كنلقاش هذاك لوفيوريت، ها هو هنا ما كنلقاش. ولكن علاش ما كنلقاش؟ ها هو راه قالوا لي هنا هاد الخط المتقطع راه كيدل ليا على لا بريزونس ديال لوفيوريت، ولكن وقع ليه الحت. هنا كان هاد لوفيوريت كان هذا، ولكن وقع ليه الحت. دونك على مستوى هاد يونيتي دو بويبو ويونيتي دو كوماك دياهو ما عنديش هاد لوفيوريت، علاش؟ لانه وقع ليه ليغوزيون. بينما على مستوى يونيتي دو بويا راه كنلقاه حتى هو غوكوفير هاد اليونيتي دو بويا، وكنلقاه فوق من لا كروت كونتينونتال. هذا بالنسبه للشق الاول من السؤال. الشق الثاني من السؤال باش غنعرف النوعيه ديال القوى التكتونيه اللي عندي هنا. باش نعرف النوعيه ديال القوى التكتونيه اللي عندي تيسوفي انه نعرف هذوك لي ديفورماسيون اللي عندي، نشوف التشوهات اللي عندي. عندي هاد ستريكتور هادي اللي كاين هنا، شنو كدل؟ كدل على وجود واحد البليسمون، واحد الطيه. وهادو لي هاد الاسهم هادو كيدلو على اش؟ لي فلاش انديكون لي فاي انفيرس اي ناب، كيدلو على وجود اش؟ وجود الفوارق المعكوسه. وهاد لي ناب راه ديجا حنا قلنا هاد لوفيوليت راه تم النقل ديالو من الصفيحه المحيطيه الفوق من الصفيحه، ولا فوق من القشره القاريه. راه هادي القشره القاريه. دونك النوعيه ديال القوى الانضغاطيه هنا دي كونترانت كومبريسيف. دونك هنا قوى انضغاطيه، مفهوم؟ قوى انضغاطيه. والدليل راه قال لك اون جيستيفيون، راه نقول لهم لا بريزونس ديال لي بليسمون دي فورماسيون تكتونيك اللي هما البليسمون و لي فاي وكذلك لي ناب. مفهوم؟ هذا بالنسبه للسؤال الاول 0.75 فابور. الوغ ها هو الجواب كتبوه باللغه الفرنسيه بالنسبه لي بغات. دونك قلنا الشق الاول اللي فيه لا ديسكريبسيون اللي هي الوصف. دونك قلنا اليست في الشرق لي ناب اوفيوريتيك سون شاغيي سور لا كروت كونتينونتال. قلنا هادوك لي زوفيوريت راهم طلعوا فوق من القشره القاريه. او نيفو دي زونيتي بويبو اي كوماك وكذلك دياو ابسونس دي ناب اوفيوريتيك سويت او فينومين دو ليغوزيون. على مستوى هادوك الوحدات اللي سميناهم بويبو كوماك ودياو ما لقيناش هادوك لي زوفيوريت. علاش؟ لان وقعت لينا الظاهره ديال الحت، الفينومين ديال ليغوزيون. الويست او نيفو دو لينيتي دو بويا في الغرب على مستوى ديك الوحده ديال بويا، قلنا لي نابو فيوريتيك سون شاغيي سور لا كروت كونتينونتال. لقينا هاد المره هادوك لي ناب اوفيوريتيك لقيناهم طالعين فوق من القشره
القارية بالنسبة للاستنتاج ديديكسيون دو لا ناتور دي كونترينت كومبريسيف دي كونترينت تكتونيك الاستنتاج ديال الطبيعة ديال القوى التكتونية اللي عندي تما قلنا لا ريجيون اي سو ريجيم كومبريسيف المنطقة تعرضت لواحد القوى انضغاطية شنو هي الجيستيفيكاسيون التعليل لا بريزونس دي بلي وجود الطيات بريزونس ديال لي فاي الفوالق المعكوسة فاي انفيرس لي ناب دو شارياج وكذلك دوك لي ناب دو شارياج اللي قلنا ناب دو شارياج كنا قلناهم مجموعة ديال الكتل الصخرية اللي كيتم النقل ديالها لمسافات اللي بعيدة. من بعد ندوزو الأسئلة الأخرى ولكن قبل عطاونا واحد المعطى وقالوا لنا لو دوكيومون 2 ريبريزونت اون كوب فيرتيكال شيماتيك دون ليتوسفير اوسيانيك دو ريفيرونس فيغور A et une coupe verticale schématique de la nappe ophiolitique de la région de Poya figure B. قلنا الوثيقة جوج كتبين لينا ولا كتوضح لينا واحد القطعة اللي عمودية قطعة بطبيعة الحال رسم تخطيطي ديال الغلاف الصخري المحيطي اللي مثل عندنا في الشكل A وقطعة ديال الغلاف ديال لا ناب اوفيوريتيك دو لا ريجون دو بويا يعني دوك الطبيعه الصخريه اللي كاينه عندي في المنطقه ديال بويا وهي اللي عندي في الشكل بي دونك عندنا جوج ديال الاشكال في الوثيقه الشكل A والشكل بي والسؤال اللي عطاونا قالوا لنا كومباري لا ستركتور دو لا ناب اوفيوريتيك دو بويا اي سيل دو لا ليتوسفير اوسيانيك puis déduisez le phénomène géologique qui a eu lieu dans cette région. قالوا لنا قار لينا البنية ديال لانابوفيوريتيك ديال بويا ديك الطبيعة الصخرية اللي موجودة عندي في ديك المنطقة ولا في ديك الوحدة ديال بويا مع البنية الصخرية ديال الغلاف الصخري المحيطي بعد ذلك استنتج لينا الظاهرة الجيولوجية اللي وقعت لينا في هذه المنطقة هذه. الو غادي هي الوثيقة جوج اللي عطاونا دونك ديما باش نجاوب خصنا نقراو الوثيقة ونتعرفوا دونك عطاونا قالوا لنا في الوثيقة جوج ديال الفيغور فيغور A وفيغور B فيغور A كتمثل لنا مجموعة ديال الطبقات الصخرية ديال المرجعية ديال الغلاف الصخري مجموعة ديال الطبقات الصخرية اللي كنلقاوها في الغلاف الصخري المحيطي في الغلاف الصخري المحيطي بينما هذه هاد الفيغور B قالوا لنا هي الغلاف الصخري اللي كنلقى في هذيك المنطقة ديال بويا في المنطقة ديال بويا الوغ الى جينا هنا فيغور A كنلقاو نبداو من تحت للفوق نبداو من تحت للفوق نمشيو نتبعو البرانسيب ديال سوبربوزيسيون اللي هو المبدا ديال التراكم الوغ عندنا لتحت عندنا البيريدوتيد لتحت كذلك عندنا هنا البيريدوتيد دونك عندي تشابه عندي كذلك هنا الكابرو عندي هنا متبوع بالكابرو دونك بيريدوتيد متبوع بالكابرو بيريدوتيد متبوع بالكابرو عندي هاد لو فيلون ديال لو دو دولوريت كذلك هنا عندي لو فيلون دو دولوريت عندي هنا واحد سيديمون اوسيانيك اي بازالت اون كوسان كذلك هنا عندي بازالت اون كوسان وعندي لي سيديمون اوسيانيك الرواسب البحريه هادو رواسب بحريه دونك شنو كنلاحظ كنلاحظ بلي عندي تشابه اش تشابه في لاليتولوجي تشابه في الصخور اللي كنلقاهم في الغلاف الصخري المحيطي مع الصخور اللي كنلقاهم في هاد في هاد المنطقة ديال بويا في هاد المنطقة ديال بويا اللي عطاونا في هاد الجزيرة هادي دونك حنا قارنا بقى لينا اش ديدويزي لو فينومين جيولوجيك كي لو دون سيت ريجيون شنو نقدر نستنتج نستنتج بانه الغلاف الصخري المحيطي طلع ليا فوق من الغلاف الصخري القاري لانه هاد الطبقات اللي لقيت انا في هاد المنطقة ديال بويا كتنتمي للغلاف الصخري المحيطي وانا لقيتها فين لقيتها فوق من الغلاف الصخري القاري ها هي ها لونيتي ديال بويا ولقيتها انا طالعه فوق من الغلاف الصخري المحيطي الغلاف الصخري القاري هي هاد الصخور كتنتمي للغلاف الصخري المحيطي ولقيتها طالعه فوق من الغلاف الصخري القاري اذا هاد الظاهره اللي وقعت لي شنو هي الظاهره اللي فاش كيطلع عندي الغلاف الصخري المحيطي كيطلع عندي فوق من الغلاف الصخري القاري شنو سميناها كنا هضرنا على ثلاثه ديال لي فينومين ثلاثه ديال الظواهر الجيولوجيه الاولى اللي هي السوبدكسيون الثانيه اللي هي لوبدكسيون اللي دونك شنو واش عندي الطفر ولا الطفو هنا عندي صفيحه قاريه وصفيحه محيطيه طالعه فوق من صفيحه قاريه اذا كنقول الصفيحه المحيطيه تطفو فوق الصفيحه القاريه اذا هنا عندنا الفينومين اللي عندي هنا هو الفينومين دوبدكسيون دوبدكسيون دائره ديال الطفو مفهوم
الوغ كجواب باللغة الفرنسية غنكتبو دونك قالوا لنا كومباريزون اللي هي المقارنة، قلنا لا ناب اوفيوريتيك بريزونت لا ميم ليتولوجي كو ليتوسفير اوسيانيك. قلنا هاد لا ناب اوفيوريتيك اللي لقينا في هاد المنطقة ديال بويا كتحتوي على نفس الخصائص الصخرية ديال الغلاف الصخري المحيطي ليتوسفير اوسيانيك. دونك السينتاج نقولوا قلنا بلي هاد لاناب اوفيوريتيك دو بويا هي واحد الجزء من الغلاف الصخري المحيطي اللي تم النقل ديالو فوق من الغلاف الصخري القاري. دونك لو فينومين جيولوجيك كي ا ليو دون لا ريجيون اتيدي اللي هو لوبدكسيون اللي هي الطفو، الدائره هي الطفو، يعني الغلاف الصخري المحيطي يطفو فوق الغلاف الصخري القاري. وكان عندنا العكس، يعني الغلاف الصخري القاري هو اللي فوق من الغلاف الصخري المحيطي، كنا كنسميوها لا سوبدكسيون اللي هي التمر، وكنا كنقولوا الصفيحة المحيطية تطمر تحت الصفيحة القارية. هذا ديجا شرحناه في الكور، رجع الكور الله يرضى عليك، راه كل شيء واضح وكل شيء باين وكل شيء مشرح. ندوزو للمعطى الاخر، قالوا لنا ليتود مينيرولوجيك دان ايشانتيون دون روش ار ان، قالوا لنا الدراسة المعدنية ديال واحد العينة ديال واحد الصخرة اللي سميناها الصخرة ار واحد، اي ريكولتي دو لا ريجيون دو بويبو، جبناها من المنطقة ديال بويبو في هاد الجزيرة هادي، مونتخ لا بريزونس دو غرونا اي دو جاديد. هاد الصخرة هادي واحد لقينا فيها المعادن ديال الغرونا ولقينا فيها الجاديد كذلك. قالوا لنا لو دوكيومون 3 بريزونت ان دياغرام كي مونتخ لي دومين دو ستابيليتي دو كيلكو اسوسياسيون دو مينيرو كاركتيريستيك. الجدول ولا الوثيقة 3 كتوضح لنا واحد الخطوط اللي كيبين لنا ولا كيوضح لنا المجالات ديال الاستقرار بعض المجموعات المعدنيه المميزه. سي دومين دو ستابيليتي سون ديتيرميني اكسبيريمونتالمون، قالوا لنا هاد المجالات راهم تم التحديد ديالهم تجريبيا، وعطاونا هاد الوثيقه 3 وعطاونا السؤال 3 ا. قالوا لنا اون اكسبلواتون لو دياغرام دو دوكيومون 3 باستغلالك لهاد الخطوط ديال الوثيقه 3، déterminer les conditions de pression et de température dans lesquelles s'est formée la roche R1. حدد لينا الظروف ديال الضغط ودرجة الحرارة اللي تشكلت لنا في هذه الصخرة R1. دونك عطاونا هاد الوثيقة 3 وطلبوا منا أننا نحددوا درجة الحرارة والضغط اللي تشكلت لنا في هذه الصخرة R1. دونك المعلومة البسيطة اللي خصني نستغلها في هاد المعطيات اللي الفوق اللي عطاوني، واللي هي بانه هاد الدراسه المعدنيه ديال هاد الصخره ار واحد قالوا لنا لقينا فيها جوج ديال المعادن اللي هما الكرونا والجديد، الكرونا والجديد. دونك ببساطه غنجي غنقلب في هاد الوثيقه 3 غنقلب على شنو هما لي دومين اللي كنلقى فيهم هاد جوج ديال المعادن. نمشيو للدومين ا هاد المجال، دونك انا عندي بعدا هاد لاكس هذا فيه التمبيراتور وهاد لاكس هذا عندي فيه البريسيون بروفوندور، هنا البروفوندور الاعماق وهنا البريسيون، هما هنا الله يسر البريسيون اللي هو الضغط بالجيجا باسكال، هنا بروفوندور الاعماق بالكيلومتر العمق بالكيلومتر، هنا لا تمبيراتور. دونك غنجي لهاد لي دومين هادو، دومين ا عندي فيه الكلوريت لاكتينوت والبلاجيو كلاس، انا عندي الكرونا والجديد، عندي الكرونا والجديد، دونك ما عنديش دونك هاد الصخره ار واحد ما كتنتميش اللي هي لهاد لو دومين ا. لو دومين بي عندي فيه الجلوكوفان والبلاجيو كلاس، لا انا عندي الكرونا والجديد. الدومين سي عندي الجلوكوفان جديد، انا شنو عندي؟ عندي الكرونا جديد، دونك مازال خصني الكرونا هنا. دومين دي شنو فيه؟ فيه الكرونا جديد والجلوكوفان، كرونا جديد والجلوكوفان. دونك ببساطة شنو غنقول؟ غنقول بلي هاد لاغوش اغ ان ابارتيان او دومين دي، ودونك غنجي غنحدد لي كونديسيون ديال نبداو مثلا بلا بريسيون. دونك اش كنجي غندير؟ غنجي نسقط هاد النقطة هادي اللي هي اللي كتمثل لي اقل نقطه ديال البريسيون، غنسقط على البريسيون هنا غتعطيني تقريبا واحد 0.8، وغنجي نسقط هاد اكثر قيمه ديال هاد الدي هذا ديال هاد المجال دي اللي غتقني تعطيني تقريبا واحد 1.9 ولا 1.8، مفهوم؟ هنا غتعطيني 1.9 ولا 1.8 اللي هي هاد النقطه هادي. نفس الشيء غنجي غندير غنسقط هاد الدي هادي، غنسقط على درجه الحراره، دونك غنسقط هذه النقطه اللي هي اقل قيمه ديال درجه الحراره اللي كتمثل تقريبا 200 هذه، وغنسقط اقصى قيمه اللي هي هذه غتعطيني تقريبا واحد 450، واحد 450 ولا 500، 500 من 200 و500 دوغري سيلسيوس، هذه غتعطيني 500، مفهوم؟
وهكا نكون جاوبت على السؤال ديالي، انا نعطيه لكم مكتوب باش نقلوه. مفهوم؟ دونك سؤال 3 ا لي كونديسيون دو بريسيون اي دو تمبيراتور دو لا فورماسيون دو ار 1، ظروف ديال الضغط ودرجة الحرارة اللي تشكلت لي فيهم ديك الصخرة ار 1. قلنا اولا لا غوش ار 1 بارتيان او دومين دي، ديك الصخرة ار 1 كتنتمي ليا المجال دي. دونك بالنسبة للبريسيون بين 0.8 جيجا باسكال و 1.8 جيجا باسكال، بين بالنسبة لدرجة الحرارة قلنا بين 200 دوغري سلسيوس وبين 500 دوغري سلسيوس. هذا بالنسبة للسؤال 3 ا. بالنسبة للسؤال 3 ب، قالنا ساشون كو لا غوش ار 1 اي لو ريزولتا دان ميتامورفيزم كي افكتي لي غوش دو لا كروت اوسيانيك. قالنا ما علينا انه هذيك الصخرة ار 1 هي النتيجة ديال التحول اللي قاس لينا هذوك الصخور ديال الصفيح ديال الغلاف الصخري المحيطي. قالوا الناس استنتج لينا، ولا استنتج لينا صحيح، استنتج لينا الظاهرة الجيولوجية المسؤولة، يعني الظاهرة اللي وقعت لينا هنا ولا اللي ادت لتشكل هذه الصخرة ار 1. ولا بصيغه اخرى، ملي عطاونا الميتامورفيزم السؤال حدد لينا شنو هو النوعيه ديال هذا الميتامورفيزم اللي وقع علينا. الوغ باش نجاوبوا على هذا السؤال هذا خصني نرجع للسؤال السابق، واللي هو الظروف اللي تشكلت لي فيهم هذيك الصخره اير واحد. الوغ الصخره الاولى تشكلت، الصخره اير واحد تشكلت لي في واحد الظروف ديال الضغط مرتفع من 0.8 جيجا باسكال حتى 1.8 راه جيجا باسكال، راه ضغط اللي جد مرتفع، وفي واحد الظروف ديال درجه الحراره اللي تقريبا نقولوا متوسطه ولا منخفضه، راه 200 دوغري سلسيوس على شال ديال الجلوب تيريست راه حتى شي حاجه، 200 دوغري سلسيوس راه ماشي شي حاجه. باش نهضروا حنا على واحد الطومبيراتور اللي تكون مرتفعه، راه كنهضروا في حوالي 1000 دوغري سلسيوس، عاد كان باش كنبداو نعتبروا بين 800 900 1000، عاد كنبدا نقول بلي راه عندي واحد درجه الحراره اللي مرتفعه. دونك هاد الظروف اللي تشكلت ليا فيها هاد الصخره ار واحد، اش عندي هوت بريسيون واحد الضغط اللي مرتفع، وعندي واحد الباس تمبيراتور ولا نقولوا مويان تمبيراتور. دونك الى عقلتو في الكور بالنسبه للميتامورفيزم اللي كنا حددنا فيه كنا سميناه اش بي او بي تي، يعني هوت بريسيون وباس تمبيراتور، قلنا كنهضر على لو ميتامورفيزم ديناميك، يعني الميتامورفيزم اللي مسؤول عليه هو لا بريسيون. والظاهره المسؤوله اللي هنا بطبيعة الحال هذا الميتامورفيزم ديناميك فين كنلقاه، كنلقاه في لو فينومين ولا في لي زون ديال لو سوبديكسيون، في مناطق، في مناطق ديال التمر، في مناطق ديال التمر هي اللي كنلقى فيها هاد الصخره، هي اللي كنلقى فيها هاد النوعيه ديال الميتامورفيزم. مفهوم؟ سؤال الرابع، اون فو بازون سور لي دوني بريسيدونت باعتمادك على المعطيات السابقه، بروبوزي اون سيكسيسيون دي زيتاب اسونسييل دو لا فورماسيون دو لا شين دو مونتاني دو لا نوفيل كاليدوني. كان نقترح لنا واحد التتابع ديال الاحداث الرئيسيه اللي ولا الضروريه اللي ادات للتشكل ديال هاد السلسله ديال الجبال اللي لقيناها في هذه المنطقه ولا في هذه الجزيره ديال لا نوفيل كاليدوني. الوغ انطلاقا من المعطيات اللي عطاونا الفوق، هاد الجزيرة ديال لا نوفيل كاليدوني فين كنلقاها؟ كنلقاها في الفرونتيير بين لا بلاك اوستراليان ولا بلاك باسيفيك. دونك اولا كيكون عندي واحد لو رابروشمون دي بلاك اوستراليان اي باسيفيك، كيكون عندي واحد التقارب بين الصفيحة الاسترالية والصفيحة هاد الباسيفيك، هادي لا بلاك باسيفيك. دونك شنو تيوقع عندي؟ تيوقع عندي واحد سوبديكسيون، واحد اشنو، واحد التمر، واحد التمر هذيك التمر ما كيتمش لواحد المده اللي كبيره، بالتالي كيتوقف عندي هذاك التمر، تتوقف عندي هذيك لا سوبديكسيون. دونك عندي سوبديكسيون، قلنا رابروشمون سوبديكسيون بلوكاج ديال لا سوبديكسيون، وبقى هنا واحد الظاهره اللي هضرنا عليها قبيله واللي هي اش، اللي هي الظاهره اللي كتخلي انه هذاك الغلاف الصخري المحيطي يطلع فوق من الغلاف الصخري القاري، واللي هي اش، اللي هي لوبدوكسيون، اللي هي ظاهره ديال الطفو. وبالتالي فاش كتوقع لنا هاد الظاهرة كتشكل عندي لا فورماسيون ديال لا شين دو مونتاني ديال لا نوفيل كاليدوني. مفهوم؟ تشكل ديال هاد السلسلة ديال الجبال اللي عندي في هاد الجزيرة هادي. وهكا نكونو سالينا هاد التمرين هذا والسلام عليكم، وهاد الامتحان هذا كامل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ندوزو لامتحانات وحدة أخرين، اللي عندي شي سؤال يخليه في التعليقات.